في هذا المكان يصنع دبس العنب الخليلي، مصنوع غذائي غني بالفوائد لا يكاد يخلو منه بيت في المدينة. ارتبط العنب باسم الخليل تاريخيا، وتعددت مشتقاته التي كان يصنعها السكان لتأمين موسمهم يدويا، إلى أن التطور الصناعي زاد من حاجة العمل عليه بطريقة آلية. نجيب العنب نفعصه على الفراز على الماكينة، بعدين بنقله على الكياس، بنحطه في كياس بنفحصه، وبعدين بنحطه على المكبس، بعد المكبس بنحطه في الطناجر بنروقه نفس اليوم، يعني بيقعدوا 3-4 ساعات في الطناجر، بعدين بروق بنروقه، بعد ما نروقه بنبيته لتاني يوم، تاني يوم نطبخ طبيخ. لم يكتفي صانعو الدبس بتصدير منتجاتهم محليا، ليتم تصديره وليصبح مهنة يعتاش منها أهالي الخليل، ازدياد طلبه في السوق الفلسطيني والأردني ساهم ببقاء هذه المهنة وتكثيف العمل لسد حاجة الناس منها. منبيع في السوق المحلي عندنا هون، وقسم منه بنطلع منه على الأردن. الناس بتطلع اليوم للمادة، يعني أقل سعر بيمشوا مع أقل سعر باعتبار، يعني كل سنة كنت أصدر للأردن 5 طن 6 طن، السنة مطلوب مني 2 طن بس في الأردن. يحتوي الدبس على عناصر غذائية هامة، يعتبر بعضها كنزا كمضاد للأكسدة الذي يحمي الجسم من الشيخوخة والإزهايمر والسرطان وأمراض القلب، إضافة لوفرة السكريات سهلة الامتصاص بداخله التي تعطي الجسم الطاقة عدا عن فوائد أخرى. الدبس والعنب من الأغذية التقليدية في منطقة فلسطين وخاصة في منطقة الخليل، ولدبس العنب فوائد كثيرة جدا، من أهمها احتواله على كميات كبيرة جدا من العناصر المعدنية، ومن أهمها الكالسيوم والفوسفور والحديد والسيلينيوم، وهذا العنصر الأخير السيلينيوم هو فقير في معظم الأغذية خاصة حسب تواجده في التربة، ويعتبر من المواد المنشطة لمضادات الأكسدة في الجسم. بات الدبس الخليلي وصفة غذائية لا بد منها على المائدة الفلسطينية والعربية، يحميهم من برد الشتاء ويمدهم بطاقة من تراب الأرض التي يعشقون. لقناة اليرموك الفضائية، محمد الأطرش، الخليل المحتلة.